سي حسين، سي حسين، اليوم انعقاد أو اليوم ندوة وطنية للحكومة حول الإصلاحات الكبرى تقريبا بعد مدة زمنية من وثيقة قرطاج اللي تم النص فيها على عديد النقاط اللي لابد أنه يتم احترامها في الفترة اللي فاتت. كيفاش ترى أو كيف تنظر للمقاطعة الاتحاد العام التونسي للشغل بحكم الثقل الاجتماعي والاقتصادي اللي ولا يمثله في الفترة الأخرى في بلادنا؟ نعم، بارك الله فيك. هو سؤال في طريقه ووجيه، لأنه المواطن طول اللي يسمع فينا العادي يستغرب معناها كيفاش في منطقة كما هذا، يعني اللي هو باش يعالج بين ضفين أهم التحديات، يعني التي تجبه البلاد هي الإصلاحات الكبرى، هي مبنية على أهم كما قلت لك ما يترقب البلاد وما يواجه البلاد، يعني كذا ما الإنسان يستغرب. ولكن كيف تشوف من قريب علاش كل تقريب المكونات نتاع المجتمع المدني اللي وقع استدعاهم حضروا إلا الاتحاد العام التونسي للشغل؟ أنا أقول لك حسب اجتهادي أنه الاتحاد العام التونسي للشغل ما هوش موافق للحكومة تماما، الشيء اللي هي تحب توعي به وتحسس به المجتمع المدني في تونس. الحكومة من زمان عندها رأي وفكرة فيما يخص الإجراءات الأساسية اللي يجب اتخاذها باش نقوموا بالإصلاحات هذه اللي هي حصرها في المنطقة هذا في أربعة منها إصلاحات، هي أكثر راهو، أما هما اختاروا أربعة إصلاحات أساسية، وهي إصلاح صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية ومنظومة الدعم والوظيفة العمومية. هذو هما الأربعة منها يعني ملفات اللي طرحوهم في الملتقى هذا. الزوز اللي الاتحاد واضح من زمان ما هوش موافق تماما الاتجاه هذا، يعني طول نسميه اتجاه الحكومة، هو في الحقيقة اتجاه البلاد أو مش اتجاه الحكومة. شوما هما الملف اللي تطرحه الحكومة فيما يخص صناديق الضمان الاجتماعي وهو مخالف تماما، ونعرف هذا وقريت عليه تقارير يعني بتاع اللجان اللي يكونوهم في الميدان مثل هذا، تباعد كبير جدا بين هذا وذاك. في كلمة بارك الاتحاد ايش يقول لك؟ لا خلينا الحكومة ايش تقول؟ قول بالضرورة ادخال اصلاحات عميقة داخل صناديق منظومة الضمان الاجتماعي، مش من الخارج، من الداخل، يعني من الداخل، يعني انه المنح نتاع الجرايه، المنح نتاع المرض، غير ذلك، هذا الكل يجب مراجعته اعتمادا على الوسائل المتوفره لصناديق الضمان الاجتماعي الذاتيه. من غير ما الاتحاد رؤيته عكس هذا بالضبط، يقول لك خلي الامور كما هي، وعندهم كلمه استعجبني يعني حقيقه، قمه منها يعني العز وقمه منها يعني التخلف، يقول لك لا حكومة ما كاس ما تمسهمش، اي مش نعمله، هو منا يعني وصلنا للوضعيه انه النفقات تفوق بكثير الواردات، شو نعملوا؟ يقول لك الاتحاد، يقول لك هذه مسؤوليتك انت كحكومه، وانت تدبر الفلوس منين جات. الحكومه اش عملت في عام عامين توا باش تعرف منا يعني فين وصلنا؟ اي ولات في الميزانيه تاع الدوله اللي هي الميزانيه معموله لأشياء منها العامة يعني، ولا تتوظف منها جزء من الميزانية الجرائية لمنها موجبات العز بتاع صناديق الضمان الاجتماعي. العام الأول عملت حوالي بين 500 مليون دينار، والعام هذا عملوا 1500 مليون دينار يعني كمنحة لدعم صناديق الضمان الاجتماعي، يعني لمعنى التسديد والخسارة متاعهم. هو هذه الزوز رؤى وبعد لبعض ميسر. أنا يعني واقع ليش الاتحاد يقول لك مش جاي، لأني مش نتفهم معك تماما. يعني الحاجة الثانية باش ما نطولش عليك هي القضية الكبرى والعويصة متاع المؤسسات العمومية. الاتحاد نعرفه موقفه زي هذا، يقول لك ما تمسش حتى شيء، ولا فما كلمة زادة هايلة تعمل كيف خطوط حمراء يعني كذا. أي المؤسسات العمومية. ولا يذو بالله. أنا حمرة، ما أنا نار، ما أنا كان تقرب تحقق النار. لطف يا رب. أي الحكومة تعيش وضع يقول لك يفرض، مش معناه يعني اختيار، فرض
معالجة مؤسسات العمومية لتقسيمها إلى يعني نوعين. نوع اللي لازم يقعد كمؤسسة عمومية ليش؟ لأنه يوفر في خدمات يعني عامة استراتيجية الدولة ما تنجمش تتخلى عليها، لأنه عنصر من عناصر تعديل المجتمع. وتقول لك أما مؤسسات أخرى لا معناها موجب ولا ضرورة، ومعناها يعني باش تبقى معناها مؤسسات يعني عمومية. إذا ما تدخل للنظام العام نتاع الخواص ويلزم ليش؟ لأنه ثمة مؤسسات معروفة علاش كبت خسائر كبيرة. سي حسين، سي حسين، فمش حلول أخرى إلا أنه نسلمه في المؤسسات العمومية، وإلا يكون هذا حل ترقيعي؟ أنا قلت لك أنا رأيي مختي ما عنده قريب يخزز خطره، ممكن عنده ربع قرن ولا. أنا رأيي المؤسسات العمومية كما قلت لك ثم اللي زمها تقعد على المنظومة العمومية تحت سلطة الدولة وكذا. ليش؟ لأنها كما قلت لك هي مؤسسات توفر في خدمات وسلع في بعض الأحيان، لكن الأغلبية خدمات يعني اللي هي تعتبر استراتيجية. شو معناها استراتيجية؟ معناها كل المواطنين يستفادوا منها، ولذا تعطيها أنت للخواص كذا يجب تمس كل المواطنين في مستوى عيشهم في شكل استهلاكهم يعني. ولذا والدولة راهو كما قلت لك تستعملها كوسيلة تعديل، يعني إيش معناها؟ معناها كي تدعم بعض الخدمات تعطي منح كذا كذا باش تخلي الأسعار متاعها للعموم أسعار مقبولة وأسعار يعني لازم يتحملها. سيدي ماسي سامحني، لكن سامحني ثم مؤسسات أخرى معناها كما قلت لك لا موجب لها بتاتا باش تبقى مؤسسات عمومية. كيف شنية سي حسين؟ ما عنديش توا في الذاكره نتاعي، لانه هما برشا يعني توا بتذكر كان لازم يقعدوا. اي لكني انا هما اللي لازم يقعدوا سي حسين. تعرف قداش من واحده ولا يفوق ال100 اكثر من 100 انت اي اكثر من 100 اي. اما انا رايي الا يستقوا باش يقعدوا كم مؤسسات عموميه وهما تقريبا 10 15 ما يفوتوش، على كل حال ما يفوتوش معناها ال 20. سيدي ماسي سامحني كلمة واحدة تفضل. أما وقت تقعد تحت مناها مسؤولية الدولة يجب إعادة نظر في العلاقة بين الدولة وهذه المؤسسات العمومية على أساس عقد نتبقوا فيه شنو أنا من واجبي كمؤسسة، ولكن زاد شنو من واجباتي. معناها سي حسين نعملوا تحيين في المعاملات نتاع المؤسسات هذه، خاطر قاعدوا تقريبا بنفس اللي مشيو بالبروغرام مقدم وقعدنا على كل حال مستحيل باش تبقى على ما هي عليه. يعني علاش؟ لأنها هي توا يقولوا على الرقم الرسمي يعني وظل قديم شوية يقولوا الخسارة المتراكمة بتاعهم ضمة هالمؤسسات العمومية تساوي ما يقارب 6.5 مليار دينار، 6,500 مليون دينار مش مليم دينار. هذا هو ما توا الرقم الرسمي كما قلت قديم شوية، هو يعني توا حاليا أكثر. سيدي ماسي من ألو جامش المجتمع يتحمل هذا. سيدي ماسي وصلت الفكرة. أهلا بيك، عسلامة. أهلا بيك، مرحبا. أهلا بيك يا أستاذنا سيد الوزير. وينك يا أخوي؟ أنا توحشناك وتوحشنا الصويب. يعيشك. اسمعني سيدي ماسي، أنا نحب نسألك التوقيت، ما تراش أنه الحكومة توا حكومة يوسف الشاهد اختارت يبدو أنه التوقيت السيء، معناتها البيلون تاعها تقريبا سلبي جدا. واحد، اثنين، ثم لجنة قرطاج تتفاوض حول مصيرها وتعد لها في رؤية وتعد لها في أولويات. ثلاثة، اتحاد الشغل ما ثماش، مش اتحاد الشغل بركة، حتى الأحزاب ما ثماش إجماع وطني حول إصلاحات مصيرية. ثلاثة، البلاد دخلت في انتخابات وزمن انتخابي يبدأ في البلديات وما يوفى كان في عام 2019 مع التشريعية والرئاسية. هذا وقت ما نجموش نعملوا فيه إصلاحات. يعطيك الصحة وجيه في وقته السؤال يا منظر، علاش؟ على خاطر تقول قايل توا هل البلاطات هذه اللي كنا نحكيو عليها وفما غيرها زاد، فما نتاع المالية العمومية وفما نتاع الجهاز البنكي حصلوا، هذه مطروحة من زمان راهو. نعم. الحكومة عندها معناها الدراسات المعمقة اللي عملتها على الأشياء هذه. ما يقول قايل معناها يعني فاش قام اليوم تعمل في الصنباني فهمت يعني؟ تلم في جزء من المجتمع المدني توا الحاضرين في المنطقة أنواع وأشكال، يعني ثم المجتمع المدني، ثم أحزاب، ثم النواب،
ثم أعضاء من الحكومة، ثم مسؤولين في الحكومة، يعني من نوعه نوع. قل قال علاش كان توا؟ علاش ما صارش هذا من زمان؟ أنا حاسس في هذه زادة مرة أخرى صار توا، لأنه كما قلت سيسك الحكومة بالتركيبة الحالية متاع مجلس يعني الشعب ما نجمت تتقدم حتى خطوة. زيد من جهة أخرى اللي كنا نحكيه فيه بكري مطولا، المؤسسات الوطنية كيما الاتحادات العمال أو اتحاد بناء الأعراب وكذا ما همش بالضرورة ماشيين في التيار هذا كما ينبغي، وخاصة هني حكيت وفسرت علاش الاتحاد العام التونسي للشغل. بحيث خلاص الأمر أنا ما نعتقدش أنه الحكومة الحالية بتاع السيد الشاهد قادرة باش تكرس أي معنى يعني جزء من هذه الإصلاحات. ليش؟ لأنه الأطراف اللي يتعامل معها الحكومة هي أطراف معارضة تماما، ومعنى يعني على الأقل في الأشياء الأساسية، الأشياء اللي فيها مصير البلاد كما كنت نحكي لك، المؤسسات العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي وزد الوضعية البنوك كان نحكي فيها وضعية معناها كبيرة ياسر، ويعني المالية العمومية اللي تستخدم بالمقلوب وهكذا دولي. ولذا أنا موافق يا منظر هذا الملتقى تعمل كرد فعل نجم نقوله متاع إنسان حاسس مش بالعجز، أنا حاسس بيعني كبد كبير وكبير جدا، لأنه يحب يعمل يحب يصلح، ولكن لحتى حد سيدي ماسي الاتحاد العام التونسي للشغل تقريبا أصبح يتعامل مع حكومة يوسف الشاهد كما لأنها حكومة تصريف أعمال ليست معناتها، وهذا ما خلى موقفه منها لا يعطيه حتى اعتبار، معناتها يقول اعتبر ما حصل اليوم تشويش على لجنة كرتاج. اي لا انا نبدل شويه معنى كلماتك في موضوع. انا بالنسبه لي الى عهد قريب يعني قبل ما يخلوا بيه ولا يجابوا فيه كانوا يعتقدوا انه حكومه سيد الشاهد مش تصريف عمال، لا هي حكومه الاستجابه لشهوات، يعني هكا كانوا معنا في منطقه، وهكا علاش معناتها تحب تقول كان يقضي لهم في قضيتهم يرحم اللي جابك. لا ما كانش مش يقضي هو هو ما يحسوا انه ينجموا يأثروا عليه باش يمشي في الاتجاه هذا اي. ولذا في فتره قصيره هي مش ياسر بعض اشهر يعني وهك علاش هو المتفرج بالبرة يحس وكانه رئيس الحكومه في غياب مسانده واضحه ويعني متماسكه ويعني قويه من الاحزاب وخاصة الأحزاب السيدة في مجلس الشعب، هو كأنه اتكى على الاتحاد كمساند أساسي كرافض أساسي لسياسته، هكي يظهر له هو في الحقيقة واحد يموه على الأخر في الحقيقة يعني، ويعني في الأخر فاقوا بعض من الزهوز والاتحاد خاصة أعلن أنه منع الزواج. سيدي ماسي أنت من خلال متابعتك للوضع وقلنا الحكومة ذي تشتغل تقريبا بدون مساندة لا حزبية، حتى كارتاج عمل لها لجنة وأربك أدائها كيفاش حكومة سمحني سمحني وهذا ما يفسر ملتقى اليوم دونك في عطش في شجاع أصلا عن المساندة لإتمام على الأقل بعض منهم، ولذا في الأخر عملت كيف تعرفش تقولوا احنا باللغه بتاعنا شاهد عليهم يعني المجتمع المدني شاهد عليهم المجتمع المدني. اخر سؤال سي ديماسي برايك امام المشهد اللي نشوفوا فيه وكنا نحكوا فيه ونحلوا فيه كل شيء هل ستصمد هذه الحكومه؟ هل ستصمد؟ شوف مازال في عمرها معناتها هاي بالدارجه. لا اسمعني انا كان تسمح مثال دقيقه اخرى تفضل اسال لك شنو رايي في المساله هذه. احنا اذا كان قعدنا بنفس التركيبه نتاع المجلس وبنفس التركيبه نتاع الحكومه وخاصه بنفس السياسات بنفس الاستراتيجيات القديمه السابقه يعني انا رايي البلاد بتزيد تغرق، هي غرق توا لكن بتزيد تغرق اكثر من مما هي عليه، وحكومه الشاهد الوضع اللي فيه رغم الإرادة منا فما شوية هكا منا يعني منا شوية عزيمة باش يحب يعمل حاجات في الوطنية،
أما أنا رأي ما نجم يعمل حتى شيء. هاني قلت لك وبسرت لك علاش. لا صد هذايا اللي جاي من كل بقعة. وتوا لاقي روحه يكاد يكون معزول وحده. وحكومة قادمة على ملفات بالحجم هذا. وحدها مستحيل باش تعمل حتى خطوة. يقول شنو الحل؟ أنا هنقول لك شنو الحل. هذا رأي زاد رأي الخاص. إذا كان رئيس الجمهورية وهذا النداء موجه إلى رئيس الجمهورية. ابني نقول له حاجتي. نقول له يا سيد الرئيس اسرع اسرع بتغيير وتحوير قانون الانتخابي. راهو القانون الانتخابي التشريعي يعني تشريع الانتخابات التشريعية. راهو إذا كان ما تبدلش القانون هذايا راهو الحاجة الأساسية في المستقبل اللي هي حكومة قوية وحكومة ذات أغلبية وراها قوية راهي ما تصيرش. يلزم يتبدل القانون. وإذا كان بدلت القانون حل المجلس الحالي واعمل انتخابات قبل الأوان. هي معناها على أمل أن تخرج أغلبية قادرة باش تحكم. فيما عدا ذلك مع الناس حتى منفذ آخر تو. فهمتني؟ ذولي واضح. شكرا لك سي حسين الدماسي الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق. تحية لك على مداخلتك معنا وتقديمك التوضيحات هذه فيما يخص الندوة الوطنية للحكومة اليوم حول الإصلاحات الكبرى اللي تضم 4 إصلاحات كبرى تقريبا اللي هي وضع الجباية في تونس، المؤسسات العمومية، منظومة الدعم والصناديق الاجتماعية. تقريبا الوضع الاقتصادي الحالي طلب إصلاح كبير، لكن اسكو الفترة مناسبة في اتخاذ القرار هذه وإلا كان متأخر باش نمشي وقيد